هذا هو الدعوة اللي كيوجهها السي عزيز البدراوي الى 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 الى, إلى عموم الصحفيين اللي مركب الوزيز بالنسبه للندوه اللي غايدير غدا، ندوه صحفيه. وما نكذبش عليكم، انا زعما شوف انا سميتو غير باش ما تقولوش شي حاجه، باش تعرفوا بانه راح الحمد لله كنتبعوا الفرقه ديالنا. سميتو هادشي اللي تقال ديال ندوه الوزيز، هادشي انا دابا غادي نعطيكم الخبر ديالو. الحمد لله حنا كنحاولوا نتوصلوا، كنحاولوا ما امكن اننا نمشيو مع الاخبار باش يمكننا باش يمكننا نعطيو للاخوان اخر ما كاين. فوالا الوغ هنا غادي تكون بهاد اليومين اظن نهار الخميس، ولكن سنعلن على اليوم والساعه والمكان نهار الاربعاء في الليل او الخميس في الصباح، لانه اخر نهار اللي وضع الترشيحات ديال الرئاسه ديال الرجاء هي نهار الاربعاء بالليل. يعني بمجرد الاربعاء ما تدوز صافي كتولي ما كتبقاش المنافسه على الرئاسه، كاين اللي رئيس غتولي هضره اخرى. دي ساعات كنا عندنا ندوه صحفيه ديال رئيس الرجاء مع وسائل الاعلام، وأكيد عاوتاني وسائل الإعلام اللي كتحترم راسها. خويا كاسي اسمح لي خويا كتوكات هادول. ألو غير سميتو يعني داكشي اللي قال السيد انه بانه غيدير الندوه، لان كان المنتدى ربما ديال الاربع فكان قال بانه غادي نخليها حتى الخميس، لان غيكون فات الاجال ديال وضع الترشيحات، غيكون هو المرشح الوحيد، وفي هذه الحاله غادي يخرج يدير الندوه كما تيقول هو كانه رئيس ديال النجا. فهو بالنسبه ليه مجرد فبطبيعه الحال شوف واحد القضيه، حيت كاين اللي كيخرج وكيقول لا راه غيدير العصافه النويضه ما يكونش الكورونا، شتو داكشي كله هضره خاويه. ما تعمروش به راسكم، البدراوي ان شاء الله هو الرئيس المقبل ديال فريق الرجاء البيضاوي بدون نقاش، وانا نقول لكم علاش. يكفي، ما عرفتش علاش هاد الاخوان هادو تيبغيو يدخلوا وحنا باقي ما فتحناهاش، باقي ما فتحناش المجال باش يهضر شي واحد، ما فهمتش علاش كيبغيو يدخلوا. صحة الله يرحمه ديما، خلينا نكملوا غير المقدمه ديالنا. فكما كنقول بانه السيد انه يعني انه شوف واحد القضيه بالنسبه لرئيس الرجاء البيضاوي السي البدراوي، راه غادي تلاحظوا بانه يعني راه كانت عنده مفاوضات وكانت عنده جلسه مع المكتب المسير مع المسيرين السابقين والرؤساء السابقين ومع المنخرطين الى اخره. شوف مجرد ان البدراوي راه كتعرفوا الشخصيه ديالته صلبه، راه ماشي شي واحد اللي هو سهل وماشي سهل تقنعه. دونك البدراوي ندير هكا باش يمكنني نهضر مع الاخوان وجهي في وجههم، بارك علينا صافي. دونك كنقول البدراوي ملي كيقول لك بان ملي كيقبل بانه جدول الاعمال يكون بنقطه واحده، نقطه واحده وهي انتخاب الرئيس، راه ماشي سهل تدوز عليه ويقبلها. انا ما قبلها الا عنده وعود بانه يكون هاني، راه السيد راه هو الرئيس ما كاينش اللي غادي يكاليه، وان الكوروم غادي يكون أراد من أراد وكره من كره. خلي دوك اللي كيتركلوا اللي هما كيخدموا في الكواليس وباغي كذا ويوصي هذا ما تجيش ويوصي هذا ما تجيش، راه غيكون الكولوم وغادي يحضر. علاش؟ لأنه نهار الجمع العام راه غيجيو الرؤساء القدامى بما فيهم أوزان، يا الله غيجيو الصحاح القرايدية غيجيو تما، قول شي واحد ما يجيش. هذه وحدة. الحاجة الثانية هي أنه دوك اللي ما غيجيوش غيجيبوها في ضلوعهم. علاش؟ علاش؟ لأنه غتقيد عليهم امام الجماهير بعدا، لان غيتفرشوا غيتعرف شكون اللي ما جاش، غتقيد فلان ما جاش فلان ما جاش، اذا غيتعرفوا بانهم ضد الاصلاح وضد اراده الجمهور وباغيين يخليوا الفرقه في اسفل سافلين. دونك غتسجل عليهم غيزيد يحقد عليهم الجمهور وغيعيشوا العذاب مع الجمهور، لان الجمهور كيخرج لهم يوميا وانا منهم. هذه راه باينه. ثاني حاجه اخرى الثالثه هي انه هاد الناس هادو اللي هما هاد المنخرطين اللي يمكن انهم ما يجيوش وانهم او يجيو ويصوتوا ضده او يجيو يصوتوا ضد، لان غتبان اللي غيصوتوا ضد هادو كلهم غادي غير يجيبوها في راسهم. علاش؟ لانه البدراوي اطونسيون ماشي واحد ساهل، وعنده رجالات ديالو غادي يكونوا في القاعه وغيتبلصوا وغادي يحضيو العمليه مزيان، شي داك اللي غيصوت ضده يكون على يقين.
ما غيدورش عليه العام حتى غيتشطب عليه. غيتشطب علاش؟ دابا انت مثلا اللي نفضيت انت، لان شوف البدراوي راه عنده اكثر من نص، اكثر من نص المنخرطين راه كاينين معاه ومسوقين. كيفاش غادي يوقع؟ اللي غيوقع هو انت غتعكل ليه الكروم ديال الجمع العام. الجمع العام خصو الثلثين، وي تقدر تعكلو ليه كاع نين فريد جريتي حتى هي يا سي، والناس راه عارفين على من كنهضر، على اللي كيجريو باش يعقلوا السيد. نين فريد جريتي وانك عقلتيه في الكروم وما وصلتش للكروم، اش غادي يوقع؟ غادي يوقع انه غيتاجل الجمع 15 يوم. 15 يوم غادي تعلقل فيها الراجه، ماشي البدراوي، لان 15 يوم غيكون فيها روطار ديال الراجه، ما تقدرش توجد اللائحه الافريقيه، ما تقدرش تنتدب لاعبين اللي يقويوها افريقيا في الموسم الجاي، كذا كذا كذا. 15 يوم غيدير الجمع العام ديالو بمن حضر، الله يجعلهم يحضروا 15 واحد، غيكون الجمع العام وغيطلع رئيس، غيطلع رئيس. واش تفهمنا؟ لانه ما يمكنش تعاود دير ترشيحات جداد. صافي، ملي كيتاجل 15 يوم صافي، تاجل 15 يوم صلاح النبي، دابا هذا هو اللي غيتقدم عاوتاني اللائحه الجديده ديال تويلا غتقدم، وغادي ديك الساعه يتنتخب هو، وغادي يشطب عليك. بغيتي نجبد لك لارتيكل باش يقدر يشطب عليك، يشطب عليك. علاش؟ لان غيسجل عليك اولا ما حضرتيش، لانه ثلاثه الغيابات ديال المنخرط كيبرر التشطيب ديالو من طرف المكتب المديري، ثلاثه الغيابات غير مبرره بطريقه قانونيه. غيسجل عليك ما حضرتيش في الجمع ديال 16، ما حضرتيش في الجمع اللي من وراه ديال 15 يوم، غيزيد عليك جمع واحد، واخا يكون غا داير، واخا يتجمع في المكتب، يتجمع في المكتب ويجمع المنخرطين، اجتماع عاجل مع المنخرطين، وعيط العون القضائي يسجل الغياب ديالك. هاد الثالث يشطب عليك، وسير المحكمة الدولية، ماشي المحكمة ديال المغرب، سير المحكمة الدولية ما تصور والو، لأنه تسجلات عليك فوتوغراف تخواز ابسون انجيستيفي. واش دابا هاد الناس اللي غادي يغيبوا، هاد المنخرطين اللي بغاو يلعبوا بديلهم راه يجيبوها في دلوعهم. ف تنظن من الاحسن تكون واحد الملمه وتكون واحد التعاون مع هذا السيد، لانه فينالمون هذا السيد اش بغى يدير؟ هذا بغى يعاون الرجاء ويعاون راسو، بغى يستافد هو وتستافد الرجاء. هو غادي يكبر لافير ديالو، غتعرف السميه ديالته، غادي كذا، والرجاء حتى هي غتستافد من الدعم ديالو ومن الاموال اللي غادي يعطي للفرقه هذه الى اخره. ياك دابا انا بغيت نعرف غير هاد الخينه، دابا هذا اللي داخل اسمه ودادي غادي نبلوكيه، ما بغيتش كاع نسمع دوك الاراء ديالك. سير فحالك، ما عندك نفس، سير من عندك شي قلب، سير فحالك، انا بلوكيتك صافي وطير. سير بدا تعطينا في القانون لا لا تاجل 15 يوم، حنا عارفينها، سير هو سير. شو هاد الكلب تا هو؟ شو ها واحد الكلب خويا؟ لا خويا ما تقولش انت هاد الهضره هادي، ما تقولهاش عندي هنا، هاي انا بغيت تعاين ولك، ما تقولش هاد الهضره هادي، الله يرحم الوالدين. دونك تنقول بانه يعني انه يعني حظوظ كبيره ان شاء الله. حنا اللي كنتمناو السي بدراوي هو انه اتونسيون، راه كيخصو يعني الجماهير تنتظر منه الكثير، الجماهير تنتظر منه ان يكون في مستوى التطلعات، لانه جماهير الرجاء مداليه كتسنى هذا البروفيل هذا وكتنتظر منه الكثير. حاجه اللي بغيت نوصي عليها قبل ما نفتح المجال للاخوان اللي بغى يدخل، اللي بغيت نوصي عليها سي السلام خويا السي البدراوي، هي حذاري ثم حذاري. السي البدراوي، السي البدراوي بعدا اول حاجه كنقول لكم كنحيي السي البدراوي، لانه هو صيفط لي انفيتاسيون اليوم، لانه كنت كنحاول نتصل به ما كنجيش نتصل به، كنحييه على هاد المحظوظيه ديالي بعدا اللي فيه، وتنحييه انه كيتجاوب معايا بفضل الله. فالتواصل تنظن في مستوى تواصلي في المستوى العالي، وانه غيزيد تقوى اكثر من اللي غيتعاقد مع ديك المؤسسه المكلفه بالتواصل. فهذا الشيء اللي بغينا حنا نكونوا عائله وحده ونتعاونوا بيناتنا، لان هذا السيد بغيناه يعاود الرجاء وحنا نعاونوه، ماشي نتكاو عليه، نعاونوه حنا ماليا بجميع لي برودوي اللي طرحهم نشريهم، وناكدوا على الاخوه في اوروبا حتى هما يعاونوا، ولا اللي كاين عندهم امكانيات هنا في المغرب يعاونوا هذا السيد، لانه جاي بغى يرجع الرجاء ايامها. فخصنا كلنا نكونوا يد واحده ونعاونوا. فقط الطلب اللي كنطلب هو حذاري ثم حذاري من ارجاع المسيرين للقدامى. فملي كنشوفوا الندوه اللي كانت غتكون في حياه الجنسي واللي وقع فيها المشاكل، كانت تما دهنان. دهنان انا احترامي ليه كامل، انا ما عنديش مشكل مع دهنان، راه دوز مع الرجاء، داز مع عدد ديال الرؤساء. فهاد اللي كنت سمعت انا من الناس مقربين منه، انه قال لهم ودي انا بارك عليا،
انا هذا المكتب ديال انيس هو اخر مكتب عندي غنمشي نرتاح، بينما كتلقاه في اول فرصه ديال ندوي صحفي واقف كيدفع في عباد الله، وتا هو خاشيني فوق. انا بغيت نعرف حذاري. انا تنقول لك واحد القضيه، السي بدراوي تقدر تخسر الجماهير كما ذبحتيها دابا، تقدر تخسرها في ليله واحده الا رجعتيش واحد من الوجوه القديمه كما بغى يكون، سواء دهنان سواء وهبي سواء اي واحد، كيف ما بغى يكون نوعه من الرؤساء او من المسيرين القدامى، ما عندنا ما نديرو بهم شي ماجه. راه سي با لا ميغا بواغ راجا، سي فري سي اون ايكيب اللي هي صعيب باش تجيرها، ماشي سهله. ولكن شوف راه كاينين الناس اللي هما تيعرفوا شي اللي جبتي شي السملاني، السملاني راه كيعرف، راه عنده فكره وكيعرف، وكيعرف قوانين الرياضيه. راه اهم حاجه تعرفها في التسيير ديال راجا هو القوانين الرياضيه. اش كيبقى لك؟ كيبقى لك لو فولي فينونسي اي كونطابل. انت قلتي غتجيب ان اكسبير كونطابل، ان اكسبير كونطابل، ان اكسبير فينونسي عفوا، راه اكسبير فينونسي افيك ان كونطابل راه يقضيو الغلط في هادشي، غادي يهنيوك. غادي يبقى الماركتينغ، كيخصك واحد ديال الماركتينغ، تجيب اي واحد من الشركه ديالك وديرو ديطاشي، راه يقضي الغلط. فهمتيني؟ الكاتب العام، الكاتب العام راه ما تلقاش محسن من رجل القانون بحال السي السملاي، وفي نفس الوقت كاريزما، وما كرهتش انا تعطيه في نفس الوقت، تعطيه حتى ناطق رسمي، لانه السيد حار في هضرته كيبغي الفرقه. دونك حيد لينا، ما تجيب لنا لا وهبي ولا وهبيه. وهبي راه طعنا، وهبي وهبي راه طعنا بالكذوب، وهبي راه طول الموندا ديال الزيات هو كيكذب على عباد الله، وزاد في الموندا ديال الاندلسي كيكذب على عباد الله. وخارج في اخر جمع عام اللي كان قبل اللي تنتخب فيه انيس، خارج كيكذب على عباد الله. كاع داك البروجيكسيون اللي دار ديال الفلوس اللي دخلوا ديال الاتحاد العربي، والفلوس اللي دخلوا ديال الاتحاد الافريقي، ودوك الفلوس اللي دخلوا ديال مالونغ وديال رحيمي، داكشي كله لقى ليه خرجه، ولقى منين وزعوا من هنا ومن هنا، وغمق علينا وجبد لنا شي نفقات ما كاينينش كيكوفني فيهم. فهاد السيد هذا كيفاش غيمكن اليوم نديروا فيه الثقه ونشوفوه معاك؟ حنا بغينا، انت كنشوفوا فيك النظافه، ياك انت عندك شركه ديال النظافه ونظف لينا خو داك الوزيز، ماشي توسخوا. ما بغيناش توسخ، اي واحد دخلتيه من القدام راك غتوسخ الوزيز. الله يرحم الوالدين، حذاري ثم حذاري، انا كنقولها وكنعاودها، باش يبدا يخرج واحد بحال وهبي ويبدا ديك اللعبه ديال كيشهد شهادات، سميتو البدراوي، بدراوي بلا بيك انت، واش كنتسناوك تشهد فيه؟ راه انت ما تقدرش تشهد فيه انت، لانك انت ماشي مثال، انت ماشي قدوه. فكنتمنى ان هذه المشاكل ما توقع شيء. تحيه للسي البدراوي، كنتمنى انه يبدا بدايه كما وعد، انه غادي ينظف الوزيز، ينظف فعلا الوزيز.